السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحديث كتاب كان صلاح المجتمع وفرق كان صدحات وحن قبل الله من حديث كوي توبان الحديث الحادي عشر حديث كوي توبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحوري لا يشير يسنكف في قنون كي إشار أحدكم قف إذنك إذن كمذا على أخيه ولا الكيس مسلم كاكور كيسا بالسلاح هبكي هب نوع دوني هالنقضة فإنه إساقو قفكا كفيقيا لا يدري مؤغا أو مقرانا يو لعل الشيطان ينزع إنو كسيبو في يده قعنتي سعين هبكو كفيقيا كسيبو أو فيقع مركا أو كله عينتي قفكي معناها وحبط أما كغدع أما توريدي أما منديدي فيقع مركا وكدعو قفكي مركا كفيقي في حفرة قد أما بهول ومن النار النار رواه البخاري حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكا قال لي هبك يعني لو عيارين هبك نوع دون هالنقض أما غوري هالنقض بستولاد هالنقض مندي هالنقض بابور هالنقض قفك لو إريادو وحي هبه دن أو مارك تأذوه دن وي وانا حرام وقفك مسلم كا إلا عبسي قلي حديث كلات المامس وين الدعاء إن بدن وحديث كحوك لك الدقيا خبك إن لا يسكو لغو عيارة وحيابها دات كدبي أما من ديدي توريدي بس بسولة دي قوريجي إن بدن ما ينارقني قف 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 في قوي ومارت وريق الدعاء ويقال ليح وريق الليح انتو جيري ماركو قف في قينا حباد دي يدو دونت حباد وتاكتا وجر تيساقون أغين ماركا قف كي انتو كدو افتساء كدو انتاي وانا تاو النبي قولي فيقع في حفرة من النار marka waxa way lama ogolo waxa kala hadiisku ka digaya takhwif muslim qofka muslimka in la cabsi galiyo oo la argagax galiyo iyadana lama ogolo way marka hadaan ku celinaa hadii al hadith haatu 20 al hadith wal hadi 10 hadith koo toban ana bi hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulku qala wuxuu ri la yushiru yusan ku fiqin ahadukum qof idan kamida ala akhihi walalki korkiisa muslimka bis silahi hub فإنه قفكن مؤغا كان وحكو فيقيا فإنه قفكن لا يدري مؤغا كان وحكو فيقيا لعل الشيطان ينزع إنو كسيبه في يده قعانتيسا فيقع مركا وكردعه وكرده في حفرة قد أما بهول أو من النار النار وقف مسلمان تادشو مركا دي ومن قتل مؤمنا مركا النقطو رواه مسلم حفرة دون مركا بهول أما قد أو نار حديث كوحي قدان قبلنا حديث كسيدي تبنى الحديث الثامن عشرة معنا حديث كالابيه طبعا الحديث الثاني عشر حديث كالابيه طبعا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك خوري اجتانبوا كدهراد السبعه الضبه الموبقات وحلاكته الموبقات اي المهلكات كو حلاقه قالوا صحابه رضوان الله عليهم وحده يا رسول الله رسولك الله وما هن تضبدها وحلاكته محيين قال عليه الصلاة والسلام نبي وحور متك وغريكو الإشراء الشرك بالله الله وحال له وذاتيو وما يشرك بالله معناها قفك إله وحال له وذاتيو معنى الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاو الشرك بالله وكو لبا والسحر وسحرك صدح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل النفس نف إلا قويو إلا الدلو التي نفتاس وحرم الله الله حرم إن لقويه لدل نفته إلا بالحق حقي يوحو شرعي وكل إلزامي موين ترى وحاوي أفراد وحاوي وأكل الربا الربا دي أولا عنوي يمحق الله الربا ويربي الصدقات وي أكل الربا وما أكثر هذا الزمن وأكل الربا تكوحك توحاوي وأكل مال اليتيم ومديشان هاد مال كيتيم هذا أغونت إلا عنو إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم وي تلحاد والتولي إنو عررقف ويوم الزحفي مال انت يسكي قرقورتك زحفي وقرقورتك مارك جهاد الوجر اللي سو قرقورنا ايو يادان قف إنو جهادك وقال ذي كعرر يادان مارك تلحاد ويو موبقاتك تتضباد وحوي وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات وقذف إن لغو توروي ولغو قانو المحسنات قبله دور صنائع عفيفاتك المؤمنات مؤمناتك الغافلات أهل من سنا وحن لغو الشيء يبا كبار مسلمة أو عفيفة أو دورسن وزينة يوحل ميدا لغو الشيء وقدف المحسنات كوي محسنات كهاء دورسنا إن لغو طورة
المؤمنات المؤمنين تها الغافلات المسنا تدبض هذا هو حلاقة ويسيد النبي عليه الصلاة والسلام وليه مرك هذا نقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حري اجتنبوا كان يراد السبعة تدبى الموبقات وحلاقة قالوا صحابة واحدة يا رسول الله رسولك الله وما هن تدبى ذا محيهن قال وحري الشرك بالله إلهي وحلاله وذاتي يوي طلبات والسحر والسحر كي وي تافراء صدحات وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل النفس نف إلا قوي التي نفتاس حرم الله الله حرمي إلا بالحق تكون حكت وحوي وأكل الربا مالك الربا ذا إن لعنه تكون حكت وحوي وأكل مال اليتيم أغون كحولي سإن لعنه أغون وإنتو نقان قارشان يتبن كوه السي تهليحات وحوي والتولي يوم الزحف مال انت يسو قرقورتك الزحف مال انت ليسو قرقورنا جهاتك الوجره إن لعره تولي يوم الزحف وي مال انت يسو قرقورتك إنو جيت سدو عره تطبادنا وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات وقذف اللغوطو روي المحسنات قبله عفيفات كاية دور سناء المؤمنات المؤمنات الغافلات حلمان سناء وحن لغو شيء غيب رواه البخاري ومسلم حديث كسد حيو طبعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة الله كرر النقض عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال وحيري سبعة تضب يذلهم الله الله أيها هرسين يتعالى الله سر في ذله هوسكيس سبعة تضب يذلهم الله الله هرسين يتعالى الله سر في ذله هركيس يوما مال لا ذل إلا ذله مال أون هد أم هوسجر إلا ذله كو إمام عادل أم إمام عدل إمام عادلة وغش أن لا إمام ننسى الحديث في كتاب قارئ قصة عمر من غش أنا فليس منا إمام عدل إمام عادلة لبا وشاب ونندر ليروه نشاء كبر باري في عبادة الله عبادة الله جده رج يدمر متك دون ما نغفر دليرا وعبادة الله كبر باري أو حمان يوحى با دليرا دمر كيد فروة الشهوة أيهين سك إلى ليه كبر باري عبادة الله وكلبات كصدحان ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل وقفوي رج يدمر عدو دون ما وهذا قلبه قلب جيس معلق وكحريهاي في المساجد مساجد مر والبل مسجد كتاب قرآن كأخرسه وعدي كدقيسه كتاب كدقيسه كأفراد وحوي ورجلان والله وقف تحابا يسوج على هذه في الله الله درتي اجتمع ككل عليه على الحب حب كركي وتفرق ككل تجي عليه على الحب كركي أما دوي ككل تجيبه أما ككل جيروذي ككحجة ورجل وانن دعت ويرت امرأة هواني ذات منصب معناها منصب وصاحبه قف معناها جغائي مسؤولية هيا وجمال قروحي طبن له فقال مركانك يري إني عنك أخاف الله إلهي بانك بغيام ماذا يسيقه تاغن قف باو يارتي ذات منصب وي منصب يجغائي وصاحبته وجمال قروحي إلهي هاي. فقال يري إني أخاف الله الله انك بغيام ككوحك وحوي ورجل نوي يتصدق صدق يستبي صدقة صدق ولبحي فأخفاها وقريي حتى لا تعلم إلى أين كؤغان شماله قعنتي سبيد إحدى ما شيء تنفق أي بحنيسو يمينه مذك تيسو وقف على صدق يستيو إخلاص يألا درتي ولبحي وي وقعنت هذا بيد إحدى وقعن شيء معنو وحوي حلال رانتكو جرتا إني قف كان وحن ولبحي يألا درتي أكتها ورجل قف ويتصدق صدقه يستب صدقه صدقه فاخفاها قريي حتى لا تعلم الى ان كان شماله قعنتي بدحديد ما شيء تنفق اي بحنيس يمينه قعنت مدكتها تضبه وحا وي ورجل وقف اما رج يا دمر عدو دون هالنقده ذكر الله الله حسي خاليا نسوا من لا جوبا اي الله حسوسته حسي عظمه الهي قدرتيسا عقابتيسا نحريستيسا تاسو حسوستي ففاضت عيناه وحا الميه شبنتي فاضت بمعنى وحا شبنتي وي عيناه لبدي سي ان دود ايا الميه رواه البخاري ومسلم كان مرق و كهدلي النبي عليه الصلاه والسلام قلت المامه يا تدبدا نوع حدك الله مالنت اني هرسنيان يوم لا دل الا دله تاسو وي كوكو حيقا دان قبلنا الحديث الرابع العشر حديث كافر يتمنان عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول قال وحوري خيركم حقوق خير بضن قرني أنيق الزمن كي قرني قرني وحلا وبغل سنة
waa qarnigii nabigu uu noolaa iyo saxaabadu. Marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay khayrii khayrukum, waxaa ugu khayr badan qarnii aniga qarnigayga, uma aladiina yaluunahum, qarnigii labaad ee ku xigay waa taabiciinti, uma aladiina yaluunahum ka ku sii xiga qarnigii saddexaad, taabiciinti wey, atbaacu taabiciin waa saddex qarni. Marka 300 oo sano weeyo nabigu qarnigu noolaa, oo nabigu saxaabadu isaga cilmiga ka qaateen oo baray, saxaabaduna taabiciintii baa ka qaatay bareen, taabiciintana atbaacu taabiciinta ka qaatay. Kadibna rasuulku wuxuu yihi uma yakuun, waxaa aanaya bacduhum, saddexdaa gadaashooda, qowmun, dad, yashhaduuna, marakacaya, walaa yustashhaduuna, aan la marag weydiisanin, wayakhuunuuna, way khayaanayaano, walaa yu'tamanuuna, lama aaminayo, wayandiruuna, nadar bay galayaano, walaa yafuuna, ma oofinaya, walaa yafuuna, ma oofinayaan, wayadharu, waxaa ka muuqan oo ka soo bixi, fiihim iyaga dhexdooda, asimanu, asimanu, buurbuuri iyo cayir, kathratu laxmi. Xadiis Bukhaari Muslim baa warinaya. Marka xadiisku wuxuu ka hadlay waxa weeye, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qarnigayga ayaa ugu khayr badnaa, kadibna kii ku xigay, kadibna kii ku xigay saddexdaa qarni. Kadib nabigu wuxuu sheegay uma yakuunu bacduhum qowmun, dad baa ku xigi doona gadaashooda, uma yakuunu bacduhum qowmun yashhaduuna, marag kacaya, walaa yustashaduuna, aan makhraati la weydiin. Taasa marka waxaa lagu fasiray qof macnaha makhraatinimadii isagu la degdegay oo uu meesha joogo qof isaga lagaga sii kalsoon yahay, amaba inu ma ahe qof macnaha isaguba makhraatigii laga rabay isagoo garanaya inkiray oo diiday oo shahaadatu zuur ama la yimid. Qaybahaasa sharaxu galinaya de waqtiga ayna haya. Marka qofkan marka inuu makhraatiga wuxuu og yahay oo qof xaqii lagu goynayo oo uu garanayo inuu iyada la tilmaamo oo uu qiro oo maxkamada iyo meel walba iyo ciddu og yahay, taa iyada waxa weye maajuur weyaano, waaba xuquuqa naas baa ku sugnaanaysa. Wuxuu kaloo rasuulku yihi wayakhuunuuna, waxbay khayaamayaano, walaa yu'tamanuuna, lama aaminayo. Wuxuu kaloo rasuulku yihi wayandiruuna, nadar bay galayaano, waxay ilaah wadaba waxay siiso nadarkaasan bixinaya waxaa, walaa yafuuna, ma oofinayaan nadarka, wayadharu, waxaa ka soo muuqanaya fiihim iyaga dhexdoodu yidhi asimanu, buurbuuri. Hadda dadka waaba laga qalaaba buurida baa arkeen. Marka waxa weye nabigu calayhi salaam mucjizatul xadiis waxaa laga qaadan mucjizadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dad hadda hilib laga qali inuu jiro, taa waan ka qaadanaya. Waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa quruunul mufadila, waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa ciddaa saddexdaa qarni u dhowaata oo waxay diin u arkayeen diin ka dhigta, waxayna diin u arkaynina diin aan ka dhigin, inay markaa yihiin dadkii cilmigii oo maaragtay saafiya qaatay baynu ka qaadanayna. Kaagu xigo 15aad alxadiidu 15 xadiiska 15 can cabdullaahi ibn camri radi allahu tacaala canhuma qaala, an cabdullaahi ibn camri radi allahu tacaala canhuma anna annabiya sal alla alay wasalam, nabigu qaala wuxuu yihi arbacun, afar, man qof kunna ay ahaadeen fiihi, afartaasi qofkii laga helo, kaana munaafiqan khaalisan, wuxuu noqonayaa munaafiq cad buu noqonayaa bu nabigu, afartan qofkay ku kalato. Waana macnaha waa nifaaq, macnaha camali weye, maaha nifaaq ictiqaadiga. Waman kaanat, qofkay ahaatay fiihi, isaga gudihiisa, khasalatun nooc, oo afartan kamid a, khasalatun nooc oo minhunna afartaa kamid a, kaanat, waxaa ahaatay fiihi isaga khasalatun, calaamad iyo nooc oo min anifaaqi, nifaaq kamid a, xataa yadacahaa, ilaa uu ka tago oo iska daayo. Afartiibu nabigu calayhi salaatu wasalaam tiriyay, wuxuu yihi idaa tumina, haddii la aamino khaana waa khayaamaya, waidaa xadatha, hadduu sheekaynayana kadaba been buu sheegaya, waidaa caahada, hadduu dadka ballan la galana ghadara, ballantii waa ka baxaya, waidaa khaasama, haddii la doodo oo xukum iyo loo doodo xaqa laga leeyahayna, fajara, waa faajiroobaya, waa faasiqoobaya, waa diidaya, oo xaqii buu inkiraya. Marka afartaas hadday qof ku kulanto, wuxuu nabigu ku tilmaamay munaafiq cad inuu yahay. Haddii afartaa mid ka mid a laga helana, waxaa weeye khaslatu min annifaaq baa ku jirta. Marka waa inuu qofku iska ilaaliya, ayuu xadiisku ina tusinaya. Marka aan ku celinaa, wacan cabdullahi ibn camrin radi allahu tacaala canhuma ana nabiy sal alay slam nabu qaal wuxuu yihi arbacun, afar, man qof kunna ay ahaadeen fiihi, afartaas gudahooda, kaana munaafiqan khaalisan, munaafiq khaalis u ahaanaya, waman kaanat, qofka ahaatay fiihi isaga khaslatun nooc ama calaamo oo minhunna, kuwa afarta kamid ahana, kaanat, waxaa ahaatay fiihi gudihiisa khaslatun nooc ama calaamad oo min annifaaqi, nifaaqi kamid a, xataa yadacahaa, ilaa uu iskaga tago, idaa tumina khaana, haddii la aamino wa khayaami, waidaa xadatha, markuu waramayo sheekayna kadaba been buu sheegi, waidaa caahada,
بلان هدي لالا قالنا غدرا بلان تي وكبحيا وإذا خاسما هدي او دودنا فجرا مرك بلان تقف هدي او قست علماء مرك شرحوا علينا هدي او قست إذا عاد غدرا معناه يعني قفك هدي دي مانع وحكلا وكي ما دو مرك منافق من نقون يسوى بلان تي او فيني او كتلا قلي هدي وحونو كم منعيو تام من نقون لكن هدو مرك الله سي بلان كتلا قلي انو او فيني مرك هاسي قلي سابلين خاسم كان وحي وإذا خاسم فجرا مثلا لو وقف في محكمة وضع تكتب مركا وضع تقان مدبا مركا كن ريال كلها قفك نبينا ما هيستو وركون كاي يسيبوا يقوم اللي هيد بوري محكمة باو ولا وضع تقي محكمة دي مركا اللي تقي بوري كن ريال بان كلها مكون بمعنى العقد كن دولار بان كلها وحبا يقوم اللي هيد بوري بينا لما هيو كي مركا كن كشيغان يبالي دارو وو دارتي ولو كلا تقي مركا تاس هو يا مركا إيادا نوايدا خاسما فجر إيادا نوايدا جليسا مركا تاس هو يا مركا 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 سوحلين مركا حديثك كو يطوبان انك بلابيني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ابا هريرة وحلوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحولي لا يشير يوسن كفيقين وكو اشارين احدكم قفي دينك اذن كميدا على اخيه ولا الكيس مسلم كاكوركي بالسلاحهب فانه اسو كان كفيقيا لا يدري مؤغا لعل الشيطان الشيطان ينزعو انو كسيب في يده قعنتي سو حبادي اي كاكاد فكاتو فيقع كدع في حفرة قد ومن النار النار كمدها حديث كلابي الطبن أسقنا وحوية وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا كده إرادة سبع الموبقات تضبط وحلاك تكد إرادة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا صحابة يا رسول الله وما هن محيهن تضبط قال الشرك بالله إلهي وحلاله وذاتي وي والسحر سحر كي وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إن النفل قوي وي حق در الو قوي وأكل الربا الربا دي اللعنة وي وأكل مال اليتيم أقوان تحوله هذا اللعنة والتولي إن العرر وي يوم الزحف مال انت يسجر قورتك وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات وقذف إن لغتور المحسنات قبله قور سنة العفيفات هاي المؤمنات المؤمنين تا الغافلات هالمان سنة وحلو الشيخي حديث كدعي تبناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحيري سبعة تضب يذلهم الله تعالى ألا هرسين يا مهرك الله هانيان في ذله هركيس هانيان يوم ما مال لا ذل هرق سنجرين إلا ذل هركيس مويل إمام من إمام ويعدل وعادلة وشاب كاللبان نوارتن ولدل يرى أما قبض نشاك برباري في عبادة الله عبادة الله صدح ورجل نوي قلب وقلب يسمع علق كحرية في المساجد مساجد أفر ورجلان لا وقف ويتحابا اسكوش على هذه في الله الذي اجتمع ككل عليه حبك كركيس وتفرق ككل تجي عليه حبك كركيس ورجل كوحوي شناد دعت وأويرة امرأة هويني ذات منصب منصب يجرى معناها هاي سمامل وجمال طبعا يقرح فقال إنك يري إن أنا وأخاف الله الله كبقي كلحد ورجل نوي تصدق صدق يستي بصدقة صدقة فأخفاها قريي حتى لا تعلم إلهين أغانين شماله بدحديسه ما شيء تنفقه أي بحنيسه يمينه قعان تمدك تضبنا ورجل قفوي ذكر الله الله حسي خاليا ملع الله إساقو تشوغن عدو أركن ففاضت أي الميسوي شبانتي أيناه اللبدي سيندود رواه البخاري أفرط بنوحاوي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال وحوري خيركم حايدينكو خير بدن قرني يعني قرني قيقا ثم الذين يلونهم قرني اللواذي كحيقي ثم الذين كو يلونهم كسيحيق قرني سدحات ثم يكون وحانا يبعدهم قداشد قوم ضد يشهدون مخراتك عيو مخراتي فوري ولا يستشهدون أن لما رقوي ديسنين إن يفوران ويخونون ويخياميان ولا يؤتمنون لما آمن يؤ وآمن معها ولا يؤتمنون وينذرون نذر بقلي ولا يفون موفنا ولا يفون موفنا ويظهر حاكم وقني وكسوا بنبيح فيهم لحظوظ السيمان عيل رواه البخاري ومسلم كودم بي الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبو قال وحوري أربع نفر من قف كنا يا هذان فيه إسه قدي سافرتها كان منافقا خالصا منافق خالص وهانيا ومن كانت قفك هاتفيسة قديسة خسلة علامة أما مت ومنهن أفرتها كمذا كانت وحانيسة فيسة قديسة خسلة علامة ومن النفاق النفاقية حتى يدعى إلى وكتغو إذا تمنت تكوبات هدي الأمن وخان وخيامية
وإذا حدث هدو ورمي أنا كذب بين بوشيك، وإذا عاهد هدي مركا، وإذا عاهد هدي مركا ولب لمن غدر بلن تواجبني، وإذا خاصم هدو لالا دودنا وخاصم دود قالنا فجر وفجور فجور فجور بالله منه وحكب حيا بل معنا دودي وهذه حق الله هلا وهذه ديار البخاري ومسلم. هل قد سنقول الجزاء هنا وجزاكم الله لسان استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.